السلام عليكم شباب، معكم بسنجر او جدي. حبيبي انت خلينا نكمل الفيديو خلاص حبيبي بندر، بس دقيقتين خلينا نخلص الفيديو ونتفاهم معك. السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر اول جهدي. ففي هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن بيلد للدارك زون. اذا انت كنت تلعب لوحدك سولو بلاير، تروح الدارك زون تبي تقتل، تبي تحصل وحوش، تحصل وحوش تقتلهم، تحصل اسلحه، تبي تلفل، هذا الدروع وهذا السيت اب راح يفيدك. فخلينا نبتدي معكم. طبعا السلاح الاول اللي استخدمته معروف فيكتور 45، طلع لي رول مره ممتاز حق اذا تلعب لوحدك في الدارك زون. طبعا الاول الخاصيه فيه اسمه ديستراكتيف، شنو تعطيك 18% ارمر، كل ما زاد الارمر لحقك تقدر تعيش اكثر وما تدمج اسرع، قصدي ينزل الهيلث لحقك اسرع. والتالنت الثاني يقول لك اذا قربت العدو في اقل من 10 متر واقل راح يعطيك نسبه دمج 13%، يعني اذا قربت الوحوش راح تكون اقوى. الخاصيه الاخيره شنو تقول لي؟ A critical hit chance is increased by 8%، تعطيك 8% نقطة الضربة الحرجة تقريبا، تسمى بالعربي حاجة كذا، بس critical hit chance 8%. هذه بالنسبة لي أفضل رول طلع لي بكل الفيكتور اللي عندي، طلع تقريبا أربعة حذفت واحد منهم وهذا أحسن واحد طلع لي بالنسبة لي. وبالنسبة حتى إذا لعبت الدارك زون هذا راح يكون مرة ممتاز، بس أهم شيء تأكد أن التالنت كلهم شغالين وتستفيد منهم كلهم، ما يضيع عليك شيء. زين السلاح الثاني هذا اللي انصحكم فيه الصراحه حاليا بالنسبه لي، وراح اقول لكم عيبه، طبعا في عيب. طبعا سلاح الباخان، اذا انت بتعرف تشتري من سلاح الباخان، السبب اللي خلاني واقف وجه الخوي ان هذا سلاح الباخان، تجي لهذا طيب ابيعه سلاح الباخان. في مميزه مره حلوه راح تفيدك اذا كنت تلعب لوحدك. طبعا هذا السلاح يحمل ايمو كثير، هذا شيء ممتاز. الشيء الثاني طبعا لايت ماشين جن، في خاصية اسمها سويفت تخليك تعشق 13% اسرع، مرة تعشق سريع ما تحس انك تعشق لايت ماشين جن. والخاصية الثانية ديستركتيف تعطيك ارمر 18% وخليك تعيش اكثر. والاخير التالنت الثالث وهو اهم تالنت، اذا شفت بوس وتضربه بهذا السلاح راح يعطيك دمج بنسبة 13%. 13% في كل ضربة يا حبيبي راح تشوف البوس انه ينزل هث اللي حقه سريع سريع وما تحتاج مساعدة احد اذا كان عندك هذا الباخان. بس طبعا عيب السلاح زي ما قلت لكم الريكويل، تحتاج تزيد الاستابلتي فيه بشكل عالي وتدور اشياء اللي فيه استابلتي وتخلي فيها، لا تركز على الدي بي اس او الدمج، ركز على استابلتي لان من جد السلاح يلعب كثير، اذا ما تتحكم فيه ما راح يعجبك. وطبعا شكل السلاح مرة حلو، عجبني شكل السلاح خرافي. فالمهم خلينا نشوف الدروع. طبعا الدروع اللي عندي مي افضل دروع، دروع اللي ما لعبت صار لي فتره طويله في ذا فيجن وما حصلت اشياء كثير، ما سويت كلتشات كثيره ولعبت اللي هو الديلي الشالنجات ما لعبت كثيره. فهذه الاشياء اللي حصلتها حاليا أسوأ شيء عندي حاليا الشنطه واليد، هذه لا تفكرون فيها ابدا، يعني لا تطلعون في البلد اللي حق بهذه الناحيه. انا احاول ادور شيء فيه اكس بي، في ارمر، وفي كريتيكال هيت او ضربة الحرجة حق ان ادمج اعلى واعيش اكثر، هذا حاليا اللي احاول اسويه. فبالنسبة للارمر احس مرة زي ما قلتم اكس بي والارمر ادور فيه ودمج او هيلث، واحد من الاثنين. زبدة البلد اللي احاول اكلمكم عنه الحين زبدته فين؟ يجي في الابيلتيز، في الاسلحة وفي التالنت، مو الابيلتيز، التالنت. طبعا الخاصية الأولى هذه تستخدمها مرة ممتازة، تعطيك أوفر هيل. شنو سالفة الأوفر هيل؟ إذا واحد ضربك تعب الهيلث راح يعب الهيلث عندك فول، بس إذا عب فول راح يطلع لك بار ثاني ويعبيك زيادة، هذا شيء ممتاز، يعطيك هيلث زيادة فوق اللي عندك موجود، ويقدر إذا حد ضربك تستخدم الهيلث زايد ما يستخدم هيلثك ويخليك تعيش أكثر، هذا شيء ممتاز مرة ممتاز. الخاصية الثانية إذا صرت الهيلث اللي حقك قليل وقريب تموت استخدم الميدكيت، راح يعطيك ريزيستنس 40% او انه راح يعطيك ضد الضربات نسبة 40%، يعني ما تموت بسرعة اذا استخدمت الميدكيت، هذا شيء ممتاز. الخاصية الثالثة خاصية مهمة، اذا قتلت احد يقل الدمج اللي يجي عليك بنسبة 30%، اسمها اون ذا موف، هذه مرة ممتازة اذا كنت تلعب لحالك، يعني شفت وحشين ثلاثة قتلت واحد، الدمج اللي راح يجيك من بعد ما الدمج اللي قتلت فيه الواحد، اهم شيء فهمتوني الحلوة ذي، 10 ثواني، المهم تقتل واحد يجيك دمج اقل بنسبة 30% لمدة 10 ثواني، بعدين تحاول تقتل اللي بعده، اذا قتلت اللي بعده يجيك نفس الشيء اللي بعده 10 ثواني نسبة الدمج 30%. اتمنى ان فهمتون علي ما خبطت الدنيا انا. واخر خاصية
طبعا هذا خاصية مرة مرة مهمة بالنسبة لي، أشوفه مرة ممتازة. إذا كنت تلعب وتحاول تجيب ضرباتك هيد شات، هذا السلاح أو هذه الخاصية، أي سلاح، هذا التالنت مهم جدا جدا. طبعا 50% من الضربات اللي تجيبها في الرأس راح ترجع لك البلد، فهذا أنصحكم من جد تستخدمونها، من جد شيء مهم مهم مهم. فتقريبا كل شباب وصلنا لهذا الفيديو. إذا عندك أي سؤال أي استفسار اكتب لي في الكومنت تحت، وإذا حابين تشوفون بالثاني طبعا راح أسوي لكم واحد عن، يا حبيبي أنت اسكت خلينا نخلص الفيديو. فإذا عندكم أي سؤال ثاني أي استفسار اكتب لي في الكومنت تحت وإن شاء الله جاوب عليه. إذا كنت أعرف الجواب، إذا ما أعرف الجواب راح أبحث لكم إياه وأعطيكم الجواب في أسرع وقت ممكن. بس إذا تبي أجاوب عليك أسرع كلمني على تويتر، طبعا راح تحصل لك في الديسكربشن تحت، تويتر 24 ساعة موجود فيه، أقدر عليك في أسرع وقت ممكن. فالبلد جاي راح تسوي عن الستيكي بوم. الستيكي بوم مرة قوية مرة قوية، هذا الستيكي بوم هذه مرة جبارة. إذا تسويها صح مع الترنت الصح ودروع الصح، يا حبيبي تقتل اللي قدامك بضربة واحدة. فإن شاء الله الجاي راح أسويه وأعلمكم كيف سويته بالضبط. فإذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك وسبسكرايب. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.